في سنة 2001 طلبنا هذه التقييم يونا قعدوا أسبوع كامل يشيكون الأكواريوم كل شيء كضب جودة و... كل المراحل ممتاز. يعني الناس يشوفون حوض يراعية تسبح والشعوم ها والسبيطية لكن شنو وراء الأحواض ما يشوفونها. اليوم احنا خصصنا يعني حق الجمهور هذه بعد إن تقدر تدش لكم تشوف. سبق في ممتاز. قناة الله هالخبر هذا أي واحد يبي يزور خلف الكواليس هناك خدمة جديدة في المركز ممتاز. يضيف على التذكرة مبلغ بسيط رمزي ندخله داخل ويشوف شون نحضر الطعام للفيلم. احنا نطالب هني ان يطلعون ويسوون تقرير يا ريت والله. وداخل دكتور داخل اي والله داخل شلون ناكل الحيوانات وشون أيوة. نعالجهم حلو. وكل حيوان له ملف. المهم فيونا اللجنه هذه شافوا الاكواريوم قعدوا اسبوع كامل يشيكون كل شيء حتى يعني المخازن يفتحونها ويشوفونها اي ويقابلون كل شخص يشتغل في الاكواريوم. بالاخير يوني كان يقولوا لي نبارك لك نبارك لك ونبارك حق الكويت ونبارك حق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ان اكواريوم الكويت اللي في المركز العلمي اي يعتبر رولز رويس اكواريومات العالم كلها. ممتاز. هذا هذا في سنه 2000 شيء صراحه فكان فعلا اول اكواريوم بالشرق الاوسط وما زلنا هذا 2001 في 2001 حصلنا هذه الشهاده اللي هي اعتراف دولي الاعتراف الدولي في الاكواريوم. ممتاز. حلو. كذلك مرفق الايماكس إيه؟ احنا عضو في الجي اس اي الجي اس سي اي اللي هي منظمه الشاشات العظمى. نعم. حلو. في امريكا وفي اوروبا. نعم. وفي اليابان ممكن احنا الوحيدين في الجي اس سي اي في الشرق الاوسط وحتى في شمال افريقيا شمال افريقيا وغرب شرق اوروبا شرق اوروبا شرق اوروبا شرقيه.